استعراض مباريات اليوم. طيب النهارده بالتاكيد عوده من جديد لمباريات الدوري المصري. بالامس كان في 5 لقاءات والنهارده في 3 مباريات، وفي مباراه كانت بتقام منذ لحظات قليله. سموحه كان بيستضيف الاسماعيلي على استاد الاسكندريه، ومنذ لحظات النتيجه كانت 2-1 لصالح سموحه. الساعه 5:30 يمكن بعد اقل من نصف ساعه بيراميدز يستضيف طلائع الجيش، والمقاولين العرب في ختام مباريات اليوم الساعه 8 هيستضيف نادي الزمالك. طيب دي مباريات الدوري المصري، وطبعا في مباراه مؤجله ما بين الاهلي وفيوتشر هتتلعب لسه يوم 26 من شهر ديسمبر الجاري عقب عوده الاهلي من الدوحه بعد لقاء كاس السوبر الافريقي. مباريات اليوم في الدوري الاسباني الساعه 8 فياريال يستضيف ديبورتيفو الفيس، والساعه 10 اشبيليا يستضيف برشلونه. مباريات اليوم ايضا في الدوري الايطالي الساعه 10 الا ربع جينوا يستضيف اتلانتا، ويوفنتوس اليوفي يستضيف كالياري. دي مباريات النهارده سواء المباريات المحليه او الدوريات الاوروبيه، لكن بالطبع بكره المباراه الاهم والحدث الاعظم السوبر الافريقي بين الاهلي والرجاء.